وهذه كانت تلك التجديدات التي استحدثت في العصر العباسي والتي نظم عليها كثير من الشعراء العباسيين وقصائدهم من اجل التطوير في موسيقى الشعر. واما اللون الثاني من لوني هذا الشعر المقطعي هو اللون الذي لا يتجاوز التنويع في اطرافه ويصل الى الوزن نفسه. وفي هذا اللون نجد ان بعض شعراء هذا الاتجاه لا يلتزمون وحده الوزن نفسه، فمن المفترض ان تكون القصيده كلها من بحر واحد وفي حاله واحده من حالاته، ولكن شعراء هذا الاتجاه تحرروا عن ذلك وكانوا يجعلون القصيده كلها حالات مختلفه من حالات البحر، هي الحالات التامه او المبزوقه او المسطوره او المنهوكه. حد يا جماعه فاكر ايه هي كانت تفعيل بحر الرمل؟ رمل بحر التعاون. رمل ايه هي التفعيله؟ حد فاكر ايه هي كانت تفعيله؟ زي اللي عارف فمثلا كانوا يجعلون جزء من بحر رمل في حالات هو التامة في أول شطر من البيت، وفي الشطر الثاني كانوا بيخلوا من حالاته المنهوكة زيادة تفعيلة واحدة. ويوجد أمثلة كثيرة على ذلك، ولكن خير أمثلة قول أبي شادي حيث يقول: جزع الصبر والحزن العميق في سبيله، لوعت الدنيا فمن هذا يطيق المسير. ففي هذين البيتين نجد أن الشعر قد استخدم حالتين في بحر الرمل، وهي حالته التامة زاد الثلاث التفعيلات الثلاث، وحالته المنهوكة زاد تفعيلة واحدة. ونجد أيضا أن التنويع في موسيقى الشعر عند شعراء هذا الاتجاه لم يكن يقوم على غير أساس، وإنما كان أساسه هو التزام التماثل بين الأجزاء المتقابلة، بمعنى تنظيم القصيدة تنسيق محدد برغم ما فيها من تنويع وتمويل. فمثلا إذا جعل الشاعر في أول القصيدة أو أول شطر بين البيت على ثلاث تفعيلات، علي ان يجعل ذلك في الشطر الثاني حتى يتحقق تقابل وتماثل. اذا لم يفعل ذلك علي ان يفعل نفس التفعيله في الشطر الاول من البيت الثاني حتى يتحقق التقابل وتماثل. ويوجد امثله كثيره على ذلك، ولكن من اوضح النماذج قول سيرفي في احدى قصائده العاطفيه حيث يقول: ليتني البسمه تعلو شفتيك مثلما تعلو الطيور فوق عيني، تندزي ويهتز فيها السكون تختفي حينا وتبدو فيها الخطوط، فارى من اين تاتي وتبين، وارى هل انت حقا ترى.
جديده، وقد استمر ازدهار الموشحات الاندلسيه الى ان سقطت غرناطه منذ في اواخر القرن التاسع الهجري سنه 897 هجريه. ومن اشهر شعراء الاندلس ابن عبد ربي صاحب كتاب العبد الفريد، واشهر شعراء غرناطه ابن عبد ربه صاحب كتاب العبد الفريد، ومن اشهر شعراء غرناطه ابو بكر زهر وابو الحسن سهل ابن مالك. والمرشحات الاندلسيه دي ليها مقامات عديده، ومن هذه المقامات نعول ورس والحجاز، ويوجد مرشحه من تلحين سيد درويش بعنوان صحتي وجدا، حيث تقول: صحتي وجدا يا ندامة واصلوني وارحموني، اني لحب في هواكم سال دمع من عيوني، ابت من شوقي غراما فانصفوني وارحموني، ان حنيت يومي فيكم فاعذروني في ذنوني. وكان من خصائص هذا الاتجاه ايضا في موسيقى الشعر الاعتماد على البحور الشعريه ذات الموسيقى الجيد دون الرنين العالي او النبره الخطابي، فكانوا يمرون من بين البحور الشعريه الى بحر الخفيف والرمل والهزل، وكانوا ايضا يميلون الى الحركات التي تدخل الخفه والحركه على الشعر، فهم كانوا لا يميلون الى بحر البسيط والوافر والطويل، وذلك لكون تفاعلاتهم هي من التفاعيل الطويله. وبذلك نرى تجديدات هؤلاء الشعراء في مجال موسيقى الشعر، ولكن تجديداتهم هذه لم تكن مبتكره، لكنها كانت مبنيه على انماط عربيه قديمه، فبعضها يكون توصل اليها العباسيون قديما او توصل اليها الاندلسيون بعد ذلك. ومن الجدير بالذكر التفاتهم الى قوالب الموشحين التي كانت قد اوشكت ان تهمل او يثمرها الزمن، والتي تحول بين الرتابه التي قد تطلع على النصر بسبب الوزن المطرد والقافيه الملتزمه، والتي تحول ايضا بين الرتابه النصريه التي قد تطلع على النصر بسبب اهمال القافيه. واذا تحدثنا عن اضافات هؤلاء الشعراء في مجال موسيقى الشعر، فاهمها انهم كانوا في القصيده الموحده كانوا يشكلون القصيده على تفعيله واحده من اي واحد. فعندنا قصيده يا امل يا امل يا يا هدى من عمل يا حلي للبطل يا قوي في الجد. فهذه القصيده هي مكونه على تفعيله واحده وهي فاعل. وايضا كانوا يستخدمون في البحر تفاعله التام، غير مهتمين بما يدخل عليهم من سليب الحذف التي كان يقراها العروضيون، فكانوا يشكلون الابيات على تفاعيلها السته. وذلك كما تحدثنا فيها القصيده الماضيه وهي قصيده الاطلال التي نظمها كريم ناجي في رباعيات من بحر الرمل بتفاعيلها السته. ونجد ايضا ان بعض الشعراء في هذا الاتجاه قد حاولوا أن يضيفوا جديد، وذلك في السنوات الأولى التي شهدت فيها التجارب الفنية. ومن تلك المحاولات رقم واحد استخدام قالب الشعر المرسم الذي لا يلتزم قافية دماغ وإنما يلتزم الوزن فحسب. رقم اثنين استعمال أكثر من بحر فيها القصيدة الواحدة مع تنويع في الشطران طولا وقصرا، وكانت هذه المحاولات لم تصب أي نجاح عند شعراء هذا الاتجاه. ولذلك عاد العمل ويعتبر الدكتور أحمد زكي أبو شادي من مواليد 2 فبراير سنة 1897 أكثر شعراء هذا الاتجاه محاولة في تبديل الشعر والتنويع في الموسيقى. وهذه كانت أهم خصائص هذا الاتجاه في القالب النغمي والتنويع في الموسيقى. الشاعر في اغلب الاحيان
معها جاءت أسامي هذه الدولين لشعراء بتوحي إنها يعني في إطار حزين منطوي تذبح جوع فيه حزين فناجي يسمي دواي ما وراء الغنائم ليوحي بإنه شاعر محلق غناء الشعر بعيدا عن الأرض يحيل بينه وبين الأشياء هلا من الغيال وعندنا علي محمود طه بيسمي دوانه بالملاح التائه فهو يعد من يصور نفسه كملاح يعني كبحار تائه في بحار لا يجد لها شواطئ وعندنا السيرفي بيسمي دوانه بالألحان الضائعة هو شاعر يشعر بيأس عن ألحان متوقعة اسمه ايه؟ السيرفي 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 ودوانه الألحان الضائعة وعندنا أحمد زكي أبو شادي وزمان الشفق الباكي من الاسم بيدل على انه بيحمل من الحر الشفق بلونه الاحمر اللي هو لون الدم والباكي اللي هو الوباء والحر وعندنا بالرغم من ان هذه النزعه الفطريه الذاتيه المستويه نجد ان هذه هي اهم الاسباب التي اخذت على هذه الفتره وبرغم ان هذه النزعه كانت تروح هذا الاتجاه هذه الفتره هي تعد اهم ما اخذ على هذا الاتجاه ف حد يعرف ليه تعتبر النزعه العاطفيه الذاتيه المنطويه هي ما اخذت على هذا الاتجاه ليه النزعه العاطفيه العاطفية الذاتية المحتوية هي أهم ما أخذ وأهم ما سبب مشاكل لأصحاب هذه النزعة وأهم يعتبر هي المشكلة اللي أخذت على أصحاب هذا الاتجاه. سؤال مجرد للتفكير يعني لماذا أخذ على هذا الاتجاه فكرة
اتفقنا على المفكر، اتفقنا على نبدي راي بوجه الطرف. نعم. هو الشاعر ليه حق وكامل الحق في انه يعبر عن مفهوم صدره، ولكن كشاعر ملوش حق ان هو يعبر عن نفسه فقط وينسى الوضع وينسى المجتمع، لابد ان ياخذ من هذا وياخذ من ذلك، واذا تطرقوا الى امور اخرى الى جانب هذه الاحزان والمآسي فكان هذا شيء يكون هذا شيء جميل، ولكنني لم اعلم هل تطرقوا فعلا الى هذه الامور الاخرى من جوانب الشاعر. كلمه لا اعلم نقطه في غايه الاهميه، بمعنى انها تطرح رؤيه النظر لكنها تحتاج الى بحث والى قراءه. نعم. بالتالي انا المفروض لما اجي اعمل حاجه او لما اجي اكتب حاجه تنهض ده، تنهض احساس الحزن عند الناس. هذا كلام عظيم، ولكن هذا الكلام موجه الى الشاعر السياسي او الشاعر الواقعي، لكن انا شاعر، انا من حقي كشاعر ان انطوي على نفسي ببعض القصائد الخاصه بي او بمشاكلي او تفكيري. بالمناسبه هؤلاء الشعراء لم ينقطعوا عن الحياه، ولكن انقطعوا في بعض القصائد الخاصة بهم، لهم حق بذلك، وكانها جانب شخصي، بمعنى إن أحمد زكي بوشاري ما أقدرش أقول إن هو جميع أشعاره كانت عبارة عن أحلام ورومانسية وبعد عن الواقع، يعني هناك في أشياء من الواقع، ولكن حتى لو كان هذا الأمر، هذا الإنسان مر بظروف لم يمر بها شاعر آخر، تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة، إنه كان عنده شعور بالاضطهاد طول عمره، كان مضطهدا. طبعا هذا الاضطهاد حقيقي او غير حقيقي كما تحدثت من قبل، من هو يعني نعم هو مضطهد في البدايه، ولكن في نهايه او في اواخر ايام حياته اخذ حقه بصوره كامله، ولكنه لم يعترف بذلك. بغض النظر هو حتى عنده الشعور هذا بالاضطهاد، وهو شاعر، كيف احجر على هذه المشاعر؟ كيف احجر على هذه الافكار؟ عموما هي قضيه لم تحسن. أنا كشاعر لي الحق، لا يستطيع الإنسان يجبرني على ما أقول أو ما لا أقول. في الوقت نفسه المجتمع له حق، أنت كشاعر فأنت منحدث بلساني، أنا من حقي أن تكتب عني وعن مشاعري وعن ظروفي وعن آلامي وعن أحزاني وما إلى آخره. قضية حتى الآن لم تحسم، لأني أنا أتعامل مع مشاعر بشرية. فما بالك يعني مثلا بيمر على الإنسان، ألم يمر على إنسان منكم موقفه معين وبعد ما ينتهي الموقف تسأل نفسك أنا كيف فعلت هذا؟ تتعجب أنا قمت بهذا الفعل. فما بالك بالشاعر، فما بالك بالشاعر. وعموما الشاعر دائما عندما يقرأ الشعر وينظر الشعر بنظره في حالة مختلفة نوعا ما عن الحالة الطبيعية، وهنا هنرجع بقى لشيطان الشعر والالهام والوحي وما الى اخره حسن المنطقه القادمه، لكن هي قضيه حتى الان لا تحصل. تفضل. فظهر هذا جليا في كتاباتهم ونتائجهم الفكري في عدة نقاط. أولا
الاتجاه الى موضوع الحب والطبيعه، ثانيا الاتمام موضوع الحنين الى الذكريات وذكر مواطنها، ثالثا بس الشكوى والاكثار من الحزن، رابعا النزعه العاطفيه المنطويه والخيال الجامح، خامسا الثور على كل ما هو قديم وابداع اساليب جديده. ثانيا المؤثر الثاني في مصادرهم نجدهم هو شعراء الرمزيه، حيث تاثر رواد هذا الاتجاه باشعار بودلر وفيملر فنجدهم متاثرين بها، حتى اننا نجد اقوال ابو شادي في هذا، حيث يقول ابو شادي انه كلما سمى الفن كان رمزيا في بلاغته، حيث يثير هذا الرمز التفكير والتامل ويساعد على تكوين علاقات نفسيه وفكريه متنوعه في صور الحياه. وكذلك يشيد الهمشري بالاتجاه الابداع العاطفي وفكره الغموض التي تسوده، فنجده يقول انها الالهام الرمزي هو اسمى ما يصل اليه الفكر العبقري في نواحي التفكير. اما المؤثر الثالث فهو ادب المهجر، حيث تجسد هذا التاثير في شخصيه مطران خليل مطران، حيث يعتبر مطران هو الرافد الذي كون فكر وعقليه شعراء الاتجاه الابداعي العاطفي، حيث كان بمثابه رافضه في مترجماته وكتاباته منذ عام 1905، رافضه لهذا الرمزيه والرومانتيكيه الغربيه. فنجده في كتاباته ومترجماته شيخ ادينا وميرون ومترجماته عن فيكتور هوج وشكسبير، نقل الرمزيه والرومانتيكيه الغربيه وجعلها متاحه للمجددين بالشعر العربي، خاصه الشعراء الذين كانوا يتطلعون للثقافه الاوروبيه ولكنهم لم يكونوا يجدون لغه اجنبيه تتيحهم من ذلك. اما المؤثر الرابع والاخير فهو الاستفاده من الصراعات القائمه بين المجددين والمحافظين السابقين عليها، فقد تاثر رواد الاتجاه الابداع العاطفي وتابعيهم بصراعات الدائره بين المحافظين وبين المجددين، فنجدهم قد تاثروا بالعقاد وصاحبيه شكري والمزني في كثير من النقاط، فاخذ منهم الاتجاه التبديل الذهني وخلطوه في افكارهم، ولكننا نجدهم على الرغم من هذا التاثر يعترفون باستاذيه مطران وينكرون استاذيه العقاد. لماذا؟ سؤال يا شباب، استعرض النقطه دي، عيد السؤال مره اخرى. اعترف رواد الاتجاه الابداعي العاطفي باستاذيه مطران ولكنهم لم يظهروا باستاذيه العقاد، لماذا؟ السؤال مره ثالثه. اعترف رواد الاتجاه الابداعي العاطفي باستاذيه مطران ولكنهم لم يظهروا باستاذيه العقاد، لماذا؟ لارتباطي بكثير من المعارف والصراعات. ايوه صح، ده سبب من الاسباب. نضيف عليه سبب ثاني، سبب شخصي، الا وهو الصداقه التي كانت موجوده بين والد الشاعر احمد زكي ابو شادي وبين مطران، فاتى هذا التقدير ك يعني مجامله لشخص مطران اكثر منها اعترافا بفضله الادبي. فأتت هذا التقدير مجاملة لشخص مكرم أكثر منه اعترافا بفضله الأدبي. والآن نصل للنقطة. برضو يا شباب في الجزئية ديت، يعني فكرة المجاملة، طبعا لا مجاملة في العلم، ولكن هذه وجهة نظر الكاتب هو الدكتور أحمد هيكل في هذا الأمر، فاحتمال هذه تكون نقطة بحثية لبعض الطلاب فيها بعد ان شاء المولى لمن يستمر في دراسه عليا. هل بالفعل من الممكن ان اجامل شاعرا؟ ولو جاملته اجامله في موقف، ولكن هل هذه المجامله تستمر حتى يعني من ايام مطران، يعني حوالي 100 عام، قرن من الزمان، هل ما زالت المجامله موجوده؟ وهل هذا الراي بان يعني الكل التجأ الى مطران والى شعره والى كيانه والى قيمته لمجرد المجامله؟ دي وجهه نظر كاتب وهو دكتور احمد هيكل، لكن هل هذا حقيقي؟ انا ممكن يعني اجزم ان هذا كلام غير حقيقي. بالفعل مطران بالفعل هو شاعر،
ولكن ممكن يكون ده موقف من الباحث ضد الشعر سواء على علاقه به او يعرفه من قبل وما الى اخره. يعني بمعنى ان هناك بعض الاقوال اللي من الممكن ان تحتاج من الانسان الى بحوث. لا يعني فكرتي عدم تقديس كل راي يكتب الا اذا كان يعتمد على امور علميه. لكن عندما اقول انني فضلت فلان على فلان مجامله، المجامله لا تستمر. وكما يقول او كما يقال النجاح يتحدث عن نفسه والفشل يتحدث عن نفسه. تفضلي. ونصل الان الى نقطه هي سؤال اكثر مهم. هل يعتبر الاتجاه الابداعي العاطفي مدرسه ام انه ام لم يصل الى هذا الحد؟ سؤال واضح وصريح. انه لم يصل الى هذا الحد ولماذا؟ بغض النظر عن الموجود في الكتاب يا شباب، بغض النظر عن الموجود في الكتاب، نفكر في هذا السؤال، عيديه مرة أخرى. هل وصل الاتجاه الابداعي العاطفي إلى حد اعتباره مدرسة فنية مستقلة أم أنه لم يصل إلى هذا الاعتبار ولماذا؟ شباب، ما معنى كلمة مدرسة أدبية؟ أسس، قواعد، رواد، أساتذة، تلاميذ والمريدين فيما بعد. هنا السؤال، هل المدرسة العاطفية تعتبر مدرسة واستمرت وما إلى آخره أم لا؟ لم تصل إلى المدرسة. نعم، هذا الاتجاه هل مستمر حتى الآن؟ ها؟ ألا يوجد هذا الشعر الذي يعتمد على العاطفة والذي يعتمد على الانطوائية والذي يعتمد على الانعزالية؟ بل موجود إلى الآن ومش موجود؟ يوجد موجود، بس كلمة بس دي إذا هناك موجود بس بسيط يعني. لكن بمعنى انها لا يعد مدرسه ولكنها رواسب او بواقي او اشياء. بالمناسبه يا شباب، في مجال الادب لا توجد مدرسه منتهيه، ولا يوجد اتجاه منعزل، ولا يوجد اتجاه انتهى من زمن. الكلاسيكيه التي كنا نتحدث عنها في القرن التاسع عشر ما زالت موجوده في بعض الناس او في بعض الاشعار. الرومانسيه موجوده والانطوائيه موجوده، حتى الشيوعيه، حتى نقدر نقول الوجوديه، جميع المدارس موجوده بصوره او باخرى، ولكن شيوع شيء معين نقدر نقول عنه اتجاه او مدرسه كانت موجوده في يوم من الايام. تفضل. طيب، هو لما نصل الى حد اعتباره مدرسه وهذا الحد يعتبر مدرسه فنيه معينه يمكن أن نؤسس بها المدرسة الأدبية، فقد كان اتجاها أكثر منه مدرسة، اتجاها اتبعه عدد من الرواد وتبعهم بعض التابعين إليهم، ولكنه لم يصل إلى حد اتباعه مدرسة. في أي تعقيب؟ السلام عليكم. الدكتور أحمد زكي أبو الشادي رائد الاتجاه الرومانتي. ساعد على انتشار الاتجاه وانشأ جملة وجامعة أبولو لنشر الاتجاه ولمساعدة الشعراء البدوث المتحمسين الاتجاه الرومانتيكي في نشر أشعارهم بالرغم من جهود الدكتور أبو الشادي ومساعدته في إنشاء الاتجاه، إلا أنه لم يكن أحسن شاعر في هذا الاتجاه، فعمله كانت تقتسم اللغوية والتلقائية وعدم جدوتها وكانت أفكاره سطحية باردة على الفاضي. هذا لم يجعله أحسن شاعر في الاتجاه الدراما.
يوائد اتجاه رومانتيكي هو محمد عبد المعافي الامشاري، ولد 1908، درس بكلية الأداب في القاهرة ونشر في مجلة أبولو وفي مجلة أخرى هي مجلة التعاون التي بدأ العمل فيها عام 1935. اشتهر بشعر الطابية والسلام، أراد أن يكون جون راسل المصري ومد الريف بأسباب الحضارة، وقد كانت عنده إرهاسات أخبارية شعرية قادة، لكن اتجهوا كان قليلا، علشان هو مات صغيرا في عام 1938. في أشهر قصائده أحلام النيرانجا الزبالة الزبول. الفرق بين الزبول والزبالة، الزبول الوردة الخمول، أما الزبالة أنا عارفة. كانت مقررة في أعمال السنة،
وجوزماري أخذت مني نصاً إيطالياً. عادت من إيطاليا هذا العام لتقوم ببحث فيه في مصر. فوجئت في الفصل الصيفي أو في عز الصيف بإني أستاذة إيطالية تدرس اللغة العربية سمعت باهتمامي بالطلاب فبدأت تتراسل معي حتى أعطيها بعض الأشياء الخاصة باللغة العربية. وهذا العام ما شاء الله يعني لاريا وفاليريا واضح إن المسألة بالفعل بدأت تستثمره. من البداية أنا اهتميت، من البداية كنت مصر أنهم يقوموا بعرض ونسمع منهم باللغة العربية، فكان شيء رائع جدا من لاريا. وهذا يعني أنا يعني حقا مبسوط وأشجعها، وأنا اللي بنفسي يعني أصفق لها حقيقي. شكراً شكراً. شباب، بما أن أباشاتي كان رائد هذه المدرسة بكثرة إنتاجه لهذا الشعر وخدمته لشبان الجدد في مجلته والذي أصدره، مع أن شعره كان ينحط بعضه إلى درجة الرديء ويرتفع بعضه إلى درجة الجلي، وكان هناك من يستحق هذا اللقب عنه لكنه كان صغيرا ولم يعطي أشعارا كي ترفعه إلى لواء هذا الاتجاه. هو محمد عبد المعطي المصري. أما المقاومة إلى أن هذا الاتجاه لقى رواجا كبيرا، هناك من قاوم هذا الاتجاه وكان أيضا من الأدباء الذين يدعون الى الاتجاه الجديد هو طه حسين محمد بن عفار. محمود عباس العقاد كان هجوما عنيفا على هذا الاتجاه. العقاد هاجم أباشاتي خاصة عندما وذلك كانت بهدوء بهدوء شباب بهدوء 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 تفضلي. نعم دائما اذكري ما هو مفهوم، مش لازم بالنص. ما انا هفهم بس عبري. لا يعني لا عبري وهتطلع ان شاء المولى. يلا. واحد على واحد شباب. من هنا يأتي صراعه على هذا الاتجاه خاصة أباشاتي ورفاقه. جماعة أبولو عموما يعني بغض النظر. نعم. Gracias.
طه حسين، عندما تخرج طه حسين من الجامعة واضطهد من خلال وزير رئيس الوزراء إسماعيل زكي، وفي ذلك الحين أراد جماعة أبولو رعاية هذه المجلة، فإذا بمدح الملك ومدح رئيس الوزراء إسماعيل زكي، فمن هنا جاءت التحامل على هذه الجماعة. ومشيت حاسة جدران القدم، فعاب عليه في استخدام الفكر والسأل. عندما يكون الإنسان مريضا لا يستطيع التفكير، عندما يفكر الإنسان لا يستطيع أن يفكر، وعاب عليه في استخدام تجراني قدمي. فعندما فالإنسان هو الذي يجر قدمه وليس القدم التي يجرها، إلى جانب هذا الهجوم العنيف على هذه الجماعة، فتوقف بعضهم عن وأضرب عن قول الشعر صلاح جودة وإبراهيم هاني، ولكن صالح جودة وإبراهيم هاني، ولكن سرعان ما تردد هذه المدرسة وقفها مرض القرى على أيدي الشبان الجدد الذين رفضوا التأثير بما هو قدير والتوسع في رحاب الفنية مثل محمد فهمي وعزيز فهمي وصالح الشنوبي. الحمد لله على السلامة. السلام عليكم. المحاولات المسرحية والقصصية وقد أراد رواد هذه المرحلة أن يقوموا بمحاولات شعرية وقصصية. أرادوا بها أن يساهموا في تطويع القصيدة الشعرية الفنية المسرحية والقصة، وأرادوا أيضا الخروج بها من الانحصار في قالب القصيدة الغنائية المعروف. وكان من أوائل تلك المحاولات الدكتور أحمد زكي أبو شيطة الذي ألف بعض المسرحيات الغنائية أوبريت وبعض القصص الشعرية، ومن أشهر مسرحياته التي ألفها ونشرها عام 1927 هي أربع مسرحيات إحسان والآلهة وأربشير والزبير، وصنعت لإثنتين منهم. أولا هي قصة إحسان، وقصة إحسان تعرض قصة فتاة مصرية وكان اسمها هو إحسان، حبها ابن عمها الضابط المصري أمين، وقبل الزواج بها سافر أمين في حملة عسكرية إلى الحبشة عام 1876، فانتهز حسن هذه الفرصة. حسن كان صديق لأمين وكان يحب إحسان، وانتهز فرصة غياب أمين وأشاع كذبا أن أمين قد توفي آملا فأن ينال الزواج من إحسان بدلا من أمين، ولكنه لم ينال مطمعه لأن إحسان كان قد تزوجت بكمال شقيق الضابط أمين، وهذه لم تعد خيانة منها أو أنها خالفت عهدها معه، ولكن هذا كان بناء على وصية أمين قبل سفره أنه عندما يسافر إذا مات فليتزوج شقيقه من أخته من خطيبته إحسان. شباب، وبعدما فك أسر أمين وعاد إلى مصر وعلم بخيانة صديقه حسن فغضب منها، ووجد إحسان في أيامها الأخيرة بعد أن مرضت بعدوى السل الذي تطلقت من زوجها قبل وفاته، وكانت تتنفس أنفاسها الأخيرة وبين يدي فتاها الأول أمين،
لرجوع أمك. فالآن سنعرض المسرحية الثانية وهي بعنوان الآلهة، وهي تعرض حياة قصة شاعر في عالم الخيال يستيقظ في غابة الطبيعة على أناشيد إلهة الجمال التي تعده بالمحبة للحياة السعيدة والرخاء إذا اتبع إرشاداتها. وألف وتسمح له باتباع أختها إلهة باتباع إرشاداتها. وعرضت عليه جاهها وسلطانها خذي بالمعنى وليس بي 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 يعني بالنص الحرفي. أرادت أن يتبع إرشادات أختها إلهة الحب، وعرضت شباب خلاصة المسألة هي عبارة عن مسرحية شعرية كلها تدور في عالم آلهة وأساطير الإغريق القدامى زي أبولون وفينوس وإله الحب وإله الجمال وما إلى آخره. وهذا هو جو كتابات أشعار أحمد زكي أبي شادي على وجه الخصوص. الجزئية المهمة جداً أن القيمة عند أبي شادي هي فكرة الكتابة من خلال الأوبريت، بل ويقال أن يعتبر هو من مؤسسي هذا اللون في الشعر العربي الحديث عندما كتب هذه الأوبرات الأربعة، علما بأنه ولا أوبريت منهم تم تمثيله غير واحدة كان المفروض أنها تمثل ولم يحدث هذا الأمر حتى الآن. تفضلي. ويأتي إله القوة وإله الشهوة ليجعلنا يجحد إيمانه بإله الحب وإله الجمال، ويعيش حياة مرة يائسة حتى يخشى عليه في الغابة، ويتمنى أن تعود إليه السعادة مع إله الحب وإله الجمال، ويستيقظ واجدا بجواره إله القوة وإله الحب وإله الجمال ويعيدان إليه السعادة. وهناك بعض الملاحظات التي أخذت على مسرحيات أناشيد منها وستقسم إلى ثلاثة، من حيث الموضوع ومن حيث الجودة الفنية وثالث حاجة من حيث ترددها ما بين القوة والضعف. أولا من حيث الموضوع، أول شيء أنه يستوحي أحيانا مسرحيات من التاريخ الحديث مثل إحسان، وأيضا يستوحي مسرحيات من التاريخ القديم مثل أرض شير والزبالة، ويستوحي أحيانا من عالم الخيال ويستخدم الرموز مثل الآلهة. ومن حيث الجودة الفنية، أولا فهو لا يهتم بأنه يكتب أشعار فنية متكاملة في ذاتها، ولكن يكمل فنيتها بالموسيقى والتلحين على المسرح. عدم اهتمامه بالنص الدرامي، وهذا جعله لأنه لم يعتمد عليه بالقدر الكافي. من حيث نظرية الأسلوب، فهو أولا من حيث تردد شعره بين القوة والضعف، فهو أسلوب يعد نثريا لا مجال له في الشعر. روعة الأسلوب. ثالثا فهو عنده برودة العاطفة لأن أعماله كانت كثيرة جدا، فكان يكتب في كل ما يعني له، سواء إن كان يصح أن يكون شعرا أو لا يصح أن يكون شعرا. رابعا عدم اهتمامه بالتجريد والسرعة. صباح الخير. مش فاكر من بعد يشير العربي الحديث. أهم أعماله قصة داني أبو بكر وقصة تانية اسمها ماها، واتنشر في سنة 1926. القصة الأولى أبو بكر بيتطلع بالرجل المصري يتجوز ثلاث مرات. أول مرة فشل زواجه مع زوجته المصرية بسبب اختيار وبسبب سوء تربيتها، ويفشل أيضا مع زوجته الأجنبية بسبب اختلاف الآداء
وفي مرة ثالثة يعجاها بسبب تجنبه النفس الأخطأ. الهدف الأساسي بكسب بوبك هو توضيح الأخطاء السوء والمحاذير المزعوجة كالزواج كالوسطاء والخطيبات والأطباء والاندفاع. القصة الثانية اسمها ماها بنت ربيع. أحبت الضابط الإنجليزي في الحرب العالمية الأولى وحارب الحبيبان بدر أبوها زواج به. والقصة تنتهي بالانتحار البنت وموت الضابط. الشيء المشترك بين القصتان أنهم ضعاف من الناحية الفنية لأن النصر هو لغة القصص وليس الشعر، لأن المحاولة لم تكن ناجحة ولأنها لم تكتب باللغة الشعرية جيدة. مثلا الشاعري الذي كتبه أبو الشعري بالقصة إحسان يقال مصر كحلة وفلا اختيار ومثالك مكمل رافدي وفلا اتباع واسع ولها اختيار المحر. انها استطاعت فاليريا بالفعل انها تحاول ان تتحدث بالعربيه، لان من بدايه العام عندما كنت اتحدث معها بالعربيه كانت لاريا هي التي ترد علي، وكانها شعرت باني دائما لاريا هي المترجم لها بالعربيه باستمرار. وبالتالي عندما علمت بانهم هيشتركوا في العروض تعمدت انا اثق في لاريا كما ينبغي، لان ما شاء الله لغتها قويه. كان يهمني استمع الى فاليريا حقيقه في اللغه العربيه، حاولت واجتهدت، وده في حد ذاته شيء مهم للغايه، يمكن اهم من اي شيء انها حاولت وبالفعل كافحت وقفت دون اضطراب دون اي اهتزاز، حاولت تصل بنا الى المفهوم الذي وصل اليها من قصه عبد الملك وقصه مها لاحمد زكي ابو شادي، فحقيقة تستحق مننا فعلا يعني. تفضلي. الموت
الحب رابع حاجة عن قسوة قسوة اللي عايش بدون عزاء أو في فقدان العزاء. تمام كده؟ هقولهم تاني. قطاع الشعر أن يعبر عن أربع أشياء من خلال هذه القصيدة. أول حاجة عن إيه؟ هو أيوه عن الخوف وقلق الإنسان من الموت. تاني حاجة عن سوء الحظ. تالت حاجة عن إيه؟ عن إيه؟ قصفة العيش. قبلها في حاجة. تعرضين